مرارا لاراده الحياه محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضل شوشه يفتتح معرض الاسر المنتجه للمنتجات اليدويه والبدويه في حضور عدد كبير من المساهمين. طبعا المعرض ده اساسا معمول للسيدات اللي هم بيشتغلوا في بيوتهم، يعني يمكن اذا كان في جمعيه او اتنين دلوقتي ممثلين، انما الهدف الرئيسي السيدات اللي هم بيشتغلوا في بيوتهم ييجوا يعرضوا منتجاتهم ويلاقوا حد يشتريها وينموا المشروع بتاعهم. ده الهدف الرئيسي من هذا المشروع، وان شاء الله احنا المعرض هنستغل المناسبات العديده ونعمل هذا المعرض عشان نسوق للناس كلها. المعرض المؤقت او معرض لمده 3 ايام لعرض منتجات المرأة السينوية المنتجة اللي بتنتج في منزلها وملهاش مكان للعرض، فالنهاردة بيتبرع واحد من أهل الخير بالمكان في إحدى القرى بشمال سيناء، ونرجو أن الإنسان ده يكون قدوة لناس كتير جدا في شمال سيناء لمساعدة السيدات المنتجات لعرض منتجاتهم اللي بينتجوها في منازلهم ما بيقدروش ان هم يعرضوها. بالنسبه لتسويق المنتجات طبعا في حاجه اسمها معرض دائم للاسر المنتجه، ده كل الجمعيات والاسر اللي بتاخد مشروعات ممكن تقدم في المعرض دوت المنتجات بتاعتها وبتطلع تشارك بيها، اداره الاسر المنتجه بتطلع تشارك بيها في معرض ديارنا، في المعرض القاهره الدولي، في المعارض اللي تنظمها وزاره الضمان الاجتماعي، في المعارض بنشارك مع المعارض تنظمها الصندوق الاجتماعي للتنميه اللي اصبح صندوق الصناعات الصغيره والمتوسطه. المعرض اللي هو قائم على التراث السيناوي الاصيل، تراث بلدنا، تراث تراب سيناء. الناس تيجي هنا تشوف المعرض، منتجات السيناويه، ماكولات، شغل يدوي، طبعا في كمان مشغولات على آثار صدف البحر، بيعملوا منه مكعبات، بيعملوا منه حاجات للبيئة، مناديل، بيعملوا منه زخرفة، بيعملوا منه فساتين أفراح، فساتين بدوية، التوب البدوي، كل حاجة موجودة في المعرض. المعرض صراحة يشمل كل شيء، كل شيء يشمل كل المنتجات، ده دليل على أن أهل سيناء منتجين وبارعين في الانتاج سواء من جميع المراكز المحافظه، من العريش وبر العبد ومن رفع ومن الشيخ زويد، ده دليل على الانتاج الجيد من قبل اهل سيناء. وانا بطالب المفروض لهم مقر مخصوص علشان يعرضوا بضاعتهم، يعرضوا الانتاج بتاعهم، يعرضوا المنتجات بتاعتهم. احنا كمجلس قومي للمرأة يمكن كان لنا دور ان احنا بالنسبة للسيدات اللي بتتردد على المجلس، بتكون سيدة ليست لديها فرصة عمل، ليست لديها مصدر رزق، فبنحاول نساعد الستات اللي بتنتج، بنقول لها وانت في بيتك ممكن تساعدي، ممكن تشاركي، ممكن من خلال الانتاج اللي انت بتنتجيه اللي هو من خلال انها بتنتج في بيتها بدون ضرائب، بدون اي مصاريف ترهقها، ويكون ليها مكسب. بس احنا برضو من خلال المجلس كثفنا الفتره اللي فاتت لقاءات عن رياده الاعمال، بحيث ان السيده اللي ليها مشروع تعرف ازاي تدير المشروع، تعرف ازاي الجهات المنحه انها تقيم المشروع، انها ازاي تعرف انها تعمل حسبه انها بالفعل حققت ربح لاسرتها. معرض راقي بمشغولاته والانتاج بتاعه، اسر فعلا بتشتغل بكل ضمير وشغلهم بصراحه راقي جدا. انا صابتني حاله من الذهول ان ده الانتاج ده بيطلع من سيناء وللاسف مش لاقيين له اي مصدر للتصدير للخارج، لانه حاجات كلها جميله جدا ومنتجات جميله جدا. الهاند ميد ده في العالم كله، انا شايفه الحاجات الشغل الراقي ده صعب جدا، مش سهل اي حد انه يشتغله. المنتج ده بيطلع من عندنا من سيناء على اعلى مستوى، ليه المنتج ده ما نفتحلوش مجال انه يتصدر للخارج على اعلى مستوى وتقنيه عاليه جدا. الفكره بتاعه المعرض هو الهدف منها، او الفكره والهدف منها حاجه واحده، انه نساعد الاسر المنتجه اللي هي بتشتغل في البيوت وبتعول الاسر بتاعتها وبتساعد نفسيه وبتساعد يعني دول يعني دول شايلين بيوت، فده لك كان واجب علينا وواجب على لنا اللي اسمها لنا ولنا لينا كلنا ان شاء الله انها تقدم لهم المكان وتعرفهم بالجمهور. والحمد لله النهارده برضه في خبر كان حلو ان الصندوق الاجتماعي خصص لهم 5 مليون
بفايدة حوالي مصاريف إدارية 1.5%. لابد لإرادة الحقيقة أن تنتصر. فتيات وسيدات شمال سيناء يعرضون منتجاتهم رغم كل الظروف المحيطة، فرحة وبهجة وإرادة. هؤلاء هم أبناء سيناء. شريط طبراني، شمال سيناء.